مشاهدو في الجول اهلا بيكم. اسابيع قليله بتفصلنا عن اولمبياد باريس، وكعادتنا لازم نستضيف الابطال عشان نشوف ونتابع اخر استعداداتهم للاولمبياد اللي بتتكررش كل 4 سنين وتوقعاتهم ايه للبطوله. معانا النهارده واحد من ابرز نجوم البعثه المصريه في اولمبياد باريس، لانه كان واحد من اللي فرض نفسهم على الاعلام كله في اولمبياد طوكيو بانجاز تاريخي لما وصل ان هو بقى خامس اولمبياد طوكيو، وبعدها كمل بقى خامس بطوله العالم، ومؤخرا وصل لاعلى تصنيف للاعب مصري في التاريخ ال13 على العالم في تنس الطاوله، كابتن عمر عصر. كابتن عمر مساء الفل. مساء الخير يا احمد، مبسوط اني معاك النهارده ومع فريق في الجول. اهلا بيك دايما، ودايما بنسعد ان انت تكون موجود معانا عشان دي مش اول مره وان شاء الله تبقاش اخر مره. يا رب ان شاء الله. اسابيع قليله بتفصلنا عن اولمبياد باريس، فايه اخر الاستعدادات؟ معاك حق فعلا، واحنا خلاص في العد التنازلي لاولمبياد باريس 2024. في الحقيقه انا متحمس جدا ان انا امثل منتخب مصر في بطوله الواحد بيستناها كل 4 سنين. لو هنيجي نتكلم عن الاستعداد، يعني الاستعداد بتاعنا كفريق تنس الطاولة هو استعداد، يعني هوصفه ان هو استعداد متواضع لبطولة كبيرة زي كده. متواضع او بالظبط، بس طبعا الواحد يعني ساعات بيندهش من الحاجات اللي بتحصل معاه، بالذات لما العدد التنازلي بيبدأ ويبقى بس في ايام تفصلك ما بين الاعداد الاخير فعلا لباريس. يعني مؤخرا انا كنت امبارح في طريقي لبطوله كبيره اسمها بطوله بانكوك. البطوله دي من فئه كبيره اسمها بطوله بالظبط، بطوله من فئه الستار كونتندر، ودي فئه ممكن الواحد ان شاء الله يحصل على نقط كبيره في التصنيف العالمي في حاله ان هو عمل اداء متميز. انا كنت في المطار عادي، مطار فرانكفورت، وحصل بعض التاخير في الطياره، فببعت للمنظمين ان انا حصل بعض التأخير في الطيارة عشان الاستقبال والكلام ده، يعني إجراء روتيني بنعمله دايما. فاتفاجئت إن المنظمين بيقولوا لي أنت اسمك مش في البطولة. فطبعا مفاجأة كبيرة جدا يعني في المطار، وأنا في المطار، يعني الطيارة فعلا كمان خلاص أقل من ساعتين، وهو بيقول لي إن أنت اسمك مش في البطولة. فتواصلت طبعا هنا مع المسؤولين في الاتحاد المصري، اتضح إن حصل زي خطأ إداري إن الاسم ما اتبعتش من الاتحاد إلى الاتحاد الدولي في الموعد اللي المفروض يتباعت فيه، وإن أنا أشترك في البطولة. البطولة دي كانت طبعا على قدر كبير من الأهمية، لأن هي آخر بطولة قبل الأولمبياد، والبطولة اللي هي المفروض ممكن تديك أولا دفعة في الورلد رانكينج، ثانيا تديك دفعة معنوية في حالة إن أنت عملت نتيجة إيجابية فيها. نحن محتاجين نسلط الضوء على اللي بيحصل ده، لأن لا يليق بأن هو مش بنجم زيك، لا، برياضة عريقة زي التنس الطاولة، رياضة محببة على فكرة جدا في الشارع المصري. يمكن القاعدة بتاعت الممارسين المحترفين للرياضة دي في مصر قليلة، ولكن القاعدة بتاعت الممارسين كهواة هي كبيرة جدا، فده معناه ان هي رياضة محببة للناس. كان مفترض ان احنا نبني في اولمبياد طوكيو على ان احنا وصلنا لبنجم هو يوصل لخامس العالم، مركز عمرنا ما حلمنا ان احنا نوصل له، ان هذه تبقى نقطة انطلاق ان احنا نزود الشعبية بتاعت اللعبة دي ونزود قاعدة الممارسين فيها. ولكن اللي بيتم حاليا هو العكس تماما، هو رجوع للخلف واحباط لمحاولة كل نجاح. فاللي انا عايز اشرحه بقى للناس دلوقتي الموقف اللي حصل ده، لان ده في منتهى التهريج الحقيقة. يعني انت الاول انت جيت مصر، انت عارف ان انت مشكور جدا انت وصلت لمصر، واول لما وصلت جيت لنا يعني، ولكن انت كنت في فرانكفورت في المانيا حيث تقيم هناك، وفي طريقك للمطار علشان تحضر بطولة في بانكوك في تايلاند. البطولة دي انت اللي دافع فلوسها على حسابك، والسفر على حسابك، وما على الاتحاد المصري لتنس الطاولة الا ان هو يسجل اسمك فقط، اجراء اداري، يخش على الكمبيوتر وصلة النت دوس كليك خلص الموضوع. فحتى دي ما حصلتش، حتى عدم تسجيل اسمك في البطولة دي اللي هي كانت مؤخرا. عندي هنا سؤالين. اول سؤال، هل ده بيكون حاجة مقصودة ولا هو خطأ غير مقصود عادي؟ وهل ده أول مرة تحصل ولا متكررة؟ أتوقع أنه خطأ غير مقصود، ولكن برضو هو غير مقبول. يعني دي حاجتين، وخصوصا اللي هو السؤال الثاني إن هو تكرر أكتر من مرة، وأخرهم في تركيا. يعني أنا كنت مع بطلتنا دينا مشرف،
عندنا نستعد لمنافسات الزوجي المختلط، واللي احنا برضو هننافس ان شاء الله متأهلين لباريس 2024 الزوجي الوحيد الافريقي المتأهل الحمد لله. فبالتالي احنا حطينا بعض البطولات اللي هنشترك فيها، وكان منهم بطولة تركيا. واحنا في تركيا تفاجئنا ان اسمنا مش موجود بعد ما وصلته بقى بالظبط، مش اللي هو في المطار، لا لا احنا في تركيا بنتمرن. وحتى من الحاجات اللي احنا حتى حاولنا ناخدها باي شكل ايجابي ممكن، بس هو ما كانش فيه شكل ايجابي ممكن تتاخد بيه، ان مدير البطوله جاي بيقول يا جماعه انا شايفكم بتتمرنوا ومتحمسين بس انتوا اسمكم مش في البطوله. فحاولنا ان احنا نبعت لمسؤولين في الاتحاد، نبعت للاداريين، طلع برضو حصل ان نسيوا ان هم يبعتوا اسمنا للبطوله. عادي كده كاجوال كده، لو والله ايه ده انت ايه ده غريبه، احنا في عجيبه. الموضوع بدا يتكرر، وعلى فكره بدا يتكرر مع اكتر من لاعب تاني، وبدا يتكرر مع اكتر من بطولات من البطولات المهمه والمصيريه. ولكن الى حد امتى هنفضل ان احنا نتعامل بالشكل اللي هو يعني هو شكل عدم احترافي وعدم احترام للعيبه بتاعتك؟ هو اقل شيء انك انت تحاول انك انت توصل للاعب على نفس المستوى ان هو ينافس مع اللاعبين التانيين عشان يقدر ان هو فعلا يجيب ميداليه وهو راجع لمصر، لكنه ما بتبعتش اسمه اصلا. يعني احنا بعيد وبنبعد. السؤال التاني بقى في النقطه بتاعه البطوله دي عشان اقفلها تماما، انت بتقول ان اول البطوله دي بتؤثر على التصنيف طبعا زيها زي اي بطوله، زي الالعاب الفرديه كلها بتبقى مجموعه من البطولات على مدار السنه، وعلى حسب نتائجك فيها بيتحدد التصنيف بتاعك. بالظبط. انت في شهر 5 اللي فات يعني من شهرين وصلت للمركز ال 13 على العالم. بزرق. وده افضل تصنيف للاعب مصري وعربي، وعربي. الحمد لله. في التاريخ الحمد لله. ويمكن تاني حد بعد في افريقيا بعد النيجيري. حقيقي. البطوله دي التصنيف ده اولا بيؤثر على القرعه في اولمبياد باريس. طبعا. انت رجعت حاليا المركز ال 19 تمام. صح. انا كنت 23 وبعد الحمد لله البطوله الاخيره في سلوفينيا ان شاء الله متوقع ان اكون 19 باذن الله. لسه ما طلعش بس هبقى 19 بالظبط. فالتصنيف لو كنت شاركت في بطوله تركيا بانكوك كان ممكن التصنيف ده يتحسن اكتر مثلا، ولا مش هتبقى فرقه قصاد الناس؟ عشان انا ما اعرفش، انا بسال ما فاهم، ما اعرفش. لازم كان يبقى عندي مسؤوليه وهدف ان انا اعمل فعلا نتيجه جديده ونتيجه كبيره، وده الهدف اللي بيحصل في اي بطوله. بتبقى انت ما بتبقاش رايح تمثل فقط تمثيل مشرف. احنا النهارده البطوله اللي عندنا بقت هي تاسك لوحدها، انت بقيت عايز البطولة دي تحاول تعمل ريكورد جديد. ما بقاش بقى ان انت توصل لدور الاربعة او ان انت توصل لدور الستاشر. وعلى فكرة ما بتكلمش بس بلساني، انا بتكلم بلساني وبقيت باقي اعضاء المنتخب كله بقى عنده الهدف ده. اي بطولة بنشترك فيها سواء على المستوى المحلي القاري او العالمي، انت بتبقى عايز تعمل فيها شيء جديد عشان الحكاية دي ممكن ترفع من اسهم تنس الطاولة بشكل عام. مش مجرد بطولة حرمت منها، وكانت هتبقى فعلا مؤثرة جدا في التصنيف بتاعي العالمي، وفي نفس الوقت برضو كهدي دفعة اولا في القرعة زي ما انت قلت، وثانيا كمان دفعة معنوية، وانا كنت محتاج البطولة دي جدا عشان البطولات اللي فاتت كانت ما بين جيدة واقل، فانا كان نفسي اعمل حاجة عالية بالزبط. فتبقى اعداد قوي للبطولة، فلازم عشان الناس تبقى فاهمة اللي هو مدى بالنسبة لي انا ده جرم هو يحصل ده. انه فاهم انت بتهزر يعني ايه اروح لحد المطار واكتشف ان انا اسم مش موجود؟ ده بيحصلش في اقل البلاد عشوائية، فاهم؟ ما ينفعش، غير مقبول تماما. انا مش بتكلم بقى بلسانك، انا بتكلم بلساني انا كواحد سمعت عن الخبر ده، ده غير مقبول بالنسبة لي تماما. خلصنا البطولة دي اللي هي حصل بما حدث فيها، تعالى بقى نرجع ورا شويه. من 4 سنين اخذت خامس الاولمبياد في اولمبياد طوكيو. من سنتين كان ليك انترفيو مع كابتن احمد شوبير بتتكلم فيه ان انت من بعد الاولمبياد لم تقم باي معسكر مع منتخب مصر حتى الان، ومستغرب من ده ان هو ازاي منتخب مصر بقاله سنتين ما عملش ولا معسكر. الآن بعد 4 سنين وقبل أسبوعين أو 3 فقط من الأولمبياد، هل حصلت معسكرات مؤخرة؟ موضوع المعسكرات بالنسبة لنا هو موضوع مهم جدا. نحن دايما بنحاول مع المسؤولين في الاتحاد ان احنا فعلا ننظم معسكرات بشكل دوري، لان احنا عارفين ان هي بتجيب معانا نتائج إيجابية جدا كل مرة بنعمل فيها معسكرات، بالذات المعسكرات الخارجية. والسبب ان فعلا بيبقى فيها لاعبين هم افضل مننا او في مستوانا، فبالتالي الاحتياج بيبقى اقوى. يعني من اكتر البلاد اللي احنا بنعمل فيها معسكرات مؤخرا هي المانيا، والحمد لله كل مره بيحصل فيها. بس هي زي ما انت تقول، هي الفكره كلها ان هي متباعده جدا في المدد الزمنيه. يعني مثلا هقول لك ان اخر معسكر عملناه كان قبل التاهل،
للأولمبياد، احنا بنتكلم في سنة، وكان معسكر مدته أسبوع، وحصل فيه برضو بعض الحاجات الإدارية اللي أثرت على المعسكر، يعني المدربين ما جوش مثلا المعسكر، فاللعيبة راحت لوحدها بدون تانية واحدة بس. هي طبعا هي تفاصيل تبان لا عادي يعني، ما مدرب ما جاش بس انا عملت معسكر لوحدي واتبسطت وقمت بقى دربت نفسي، وان ده اللي حصل يعني. بالظبط بالظبط، حاجه جميله قوي. هرجع لك لموضوع المعسكر التاني، بس انا بشوف حاجه عشان انا بتعامل برضو مع المنتخب الالماني بشكل يومي. المشكله اللي عندنا اللي قبل الموارد والفلوس والكلام ده هي مشكله اداره، ان انت فعلا تبقى بتستثمر الوقت انك انت تدير فريق عايز ينافس على المستوى الكبير بقى بره بقى افريقيا كويس، وانك انت فعلا كل يوم بتحاول انك انت عندك مثلا ساعتين ثلاثه اربعه بتحاول انت تستثمرهم بالحته دي، احل المشاكل، اطور اللعبه، اوسع القاعده، احل مشاكل الفيز وخلافه اللي هي الاداريات اللي احنا عارفينها. لو الكلام ده اتحقق انا متاكد ان العقبات عندنا هتبقى افضل بكتير. معسكره المعسكرات لا انا على العكس، ولا هو اللي شايفه ان هو احيانا بتكون سبب في احداث مشاكل جديده مش مجرد تسليل العقبات يعني على اللاعبين دي. طيب المعسكر ما جاش فيه المدرب، واحنا بنتكلم برضو من فتره قلت لي ان انت في مره كنت في بطوله العالم والمدرب ما جاش، دي برضو حصلت، بس دي برضو من اهم البطولات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، كان بطوله كاس العالم في مكه كويس. قبل البطوله دي تحديدا انا حصل اجتماع ما بيني وبين الجهاز الاداري والفني في الاتحاد المصري للطاوله، وطلبت منهم ان يا جماعه انا حاسس ان في اضطراب في الكوتشنج ناتج عن ان كل بطوله بيتغير المدرب واحيانا المدرب ما بيجيش، فده خلى ان مفيش تناغم ما بين اللاعب وما بين المدرب، وعشان نعمل حاجه كبيره دي من الاساسيات ان لازم اللاعب والمدرب يكون في بينهم تناغم، هو عارف اللاعب قادر يعمل ايه دلوقتي، فعلى اساس ده بيديله النصيحه كويس. وفي حاجات ما اقدرش انا اشوفها كلاعب وانا بلعب، احنا لعبتنا فنيه جدا، لازم اللي قاعد ورا يبقى فعلا عارف عمر قادر يعمل ايه دلوقتي وبينصحه في الاتجاه ده. اللي حصل عكس كده تماما، ان البطولات اللي بعد الاجتماع ده نتج عنها ان احيانا المدرب ما بيجيش، احيانا يطلع المدرب، احيانا يطلع المدرب التاني، وبقت عندي مشكله ان انا بقى عندي مشكله في التوجيه على الطاوله، واتكلمت اكتر من مره. شوف برضو انا عايز اقول حاجه، انا بحب اوضح الصوره للناس كلها، بس انا عايز اقول برضو ان ده بيبقى اخر كارت مش الاول طبعا. يعني احنا قبل الانترفيو ده انا قعدت ما لا يقل من 10 اجتماعات مع المسؤولين الاداريين والفنيين في اتحاد مصر لكرة الطاوله ومسؤولين اخرين كويس. فلما انا كنت، هرجع لسؤالك بقى، لما انا كنت في مكه وكاس العالم بطوله من اهم البطولات يمكن تاني اهم بطوله بعد الاولمبياد، المدرب كلمني قال لي انا اسف عمر انا مش هقدر اجي، وانا هناك برضو الواحد بيلتمس الاعذار، يعني ممكن هل يكون مثلا فيز، هل يكون تاشيرات، بس انت بطوله كبيره زي كده المفروض تكون مرتب لها قبلها بفتره، ودي من الحاجات اللي انا بقول لك عليها. بتروح هناك تلاقي ان اللعيبه، هم على فكره اللعيبه معتدين جدا في كاس العالم، انا بكلمك في عدد محدود جدا من اللعيبه كويس، فانت بتروح هناك بتلاقي ان اللعيب هناك معاه مدرب فني، مدرب بدني، وممرن، واحيانا دكتور، وانت معاك ربنا، وانت رايح بدون تدريب خالص، انت معاكش، مش بدون مبالغه، انت معاكش ستاف بالظبط، لا مدرب ولا معد بدني ولا معد فني ولا دكتور، انت بتروح لوحدك. ده بجد ولا انا وصل لي حاجه غلط في الصوره؟ يعني معظم البطولات بتبقى على الاساس ده. مفيش. هل الموضوع مشكلة إمكانيات في اتحاد تنس الطاولة؟ أكيد الإمكانيات من أكبر المشاكل اللي موجود، وبالذات بعد موضوع الأزمات الاقتصادية، أو بعد موضوع المشكلات اللي هي بتواجه مش فقط اتحاد بعينه، ولكن ممكن تكون بتواجه البلد بحالها. فإحنا مقدرين كده، يعني أنا ما عنديش أي مشكلة في الحتة دي. أنا بيبقى عندي مشكلة إن إيه؟ إن بلاقي إن ما شاء الله اتحادات تانية وفيهم أبطال تانيين بيكون عندهم حلول بديلة، لأن هو بيسعى يحاول إن هو مثلا يجيب دخل تاني غير الدخل الحكومي، لأن إحنا نتائجنا كويسة. هي دي المفروض أساسا مجلس إدارة الاتحادات بيبقى موجود علشان يحاول يوفر بزبط. فلوس لي ويكون بزبط. يصرف على نفسه بزبط. ما يبقاش عبء على الدولة بزبط. ده مفترض كده بزبط. صح؟ بزبط. فده اللي أنت بتكلم فيه في الاتحادات الأخرى بيحصل، يعني حتى حدنا ما عندوش راعي
كويس. والسؤال مش ان هو ليه ما عندوش راعي، هو انت بتقدم ايه عشان راعي. يجي الراعي يعني يهتم بيك او انه يعمل معاك شراكه، انت هتفيده بيه؟ هو ده السؤال. بنلاقي ان اتحادات تانية عملت دوري متطور جدا مذاع، سواء ستريمينج على الانترنت سواء على التلفزيون، مش بس الفاينل، بقيت ان هي تهتم ان يحضر جماهير. اتحادات اخرى مصرية عشان الناس تبقى فاهمه، عشان ما تقارنش انت باتحادات بره. لا اتحادات بره مصريه. انا من الناس مثلا دلوقتي بقيت بتابع مثلا ماتشات الباسكت، تمام كويس، بقيت بتابع ماتشات الهاندبول، مش فقط بتابع النهائي، لا بقيت كمان بتابع اللي بيحصل، الستيجز اللي بتحصل قبل كده، لان حصل زي ما تقول كده اهتمام ان الجماهير تيجي، اهتمام ان اللعيبه الصغيره تكون موجوده. وعلى فكره الكلام ده احنا برضو حاولنا ان احنا نوصله للمسؤولين، يا جماعه شوفوا الاتحادات الثانيه ممكن تكون بتعمل ايه، احنا اصلا لعبتنا شعبيه زي ما انت قلت. ولو على النطاق الفردي السكواش بيحصل فيها كده، عشان ما يقولش بس ده عيد لعبه جماعيه، بطوله الاهرام وبطوله الجونه في بطولات كبيره. احنا عندك يعني برضو عشان ندخل في نفس النطاق، انت عندك تونس بتنظم بطوله دوليه للرجال والسيدات، تنس طاولة، نيجيريا بتنظم، عمان بتنظم، قطر بتنظم، السعودية بتنظم، من بطولات الكبرى اللي هي في العالم على مستوى العالم، صح كده؟ بطولات دولية كبيرة وبيجيها نجوم من العالم كله، وعلى حسها بيطلع ناشئين وبيطلع وبيجي لك سبونسرز يعني بيجي حاجات كتير. احنا ما بننظمش. وهل لا تملك مصر المقاومات للتنظيم؟ اعتقد ان احنا عندنا كل المقاومات، وعلى راس المقاومات النتائج والبنيه التحتيه. اكيد احنا دلوقتي مركزين على موضوع استعداد الاولمبيات والعوائق اللي بس طبعا الشيء بالشيء يذكر، يعني هو من المشاكل اللي بتواجهنا ان عدم وجود امكانيات او عدم وجود دخل تاني غير الدخل من الحكومه، ان دايما مستني الفلوس اللي بتجيلك من الحكومه واللي هي بتسد المتاخرات. وعلى ذكر المستحقات، في بقى طبعا ده باب كبير هنتكلم فيه بعد كده، ان المدرب بتاعك كان ده، انت خلاص هم مش موفرين لك مدرب في البطولات، فانت بيبقى عندك مدرب شخصي. بالظبط. بتمشي ازاي يعني؟ مين بي انت اللي بتدفع الاجر بتاعه والراتب بتاعه، ولا بتمشي ازاي المفروض؟ المدرب الشخصي بتاعي هو من افضل مدربين العالم، وانا بجد شرفت بالشغل معاه، هو مدرب صيني، وانا اشتغلت معاه قبل طوكيو بسنه ونص، واثمر الشراكه او اثمر الشغل معاه عن يعني مستوى فني انا كنت مبسوط وفخور ان انا وصلت له كويس. فالواحد تحمس ومضيت معاه لمده اكبر عشان ان شاء الله نستعد لباريس، وحاولت ان انا ادخل المسؤولين هنا في مصر معايا في الصوره، بس للاسف ما حصلش اي فعل. يعني طب يا عمر دي خطوه كويسه والكلام ده كله، بس ما حصلش فعل على الارض منهم، وانا ما اقدرش اخلي المدرب ده يهرب لان هو عنده ما شاء الله اوفرز كتير. فانا كان لازم امضي معاه، فانا مضيت معاه بشكل شخصي مني ليه كويس، وان انا حاولت ادخل بعض الرعاه الشخصيين معايا في الصوره، والناس بصراحه ما اتاخرتش كويس. بس طبعا بيبقى في عندك بعض التحديات، ان ايه؟ ان انت مثلا بيجي لك دعم وزاري كويس، بيجي لك قرارات وزاريه ممكن تطلع بطوله واثنين وثلاثه ويبقى مصر مشاركه فيها سواء كليا او حتى بجزء، وانا شارك بجزء كويس المصاريف يعني في المصاريف. لما يحصل تاخير شهر او شهرين احنا متعودين على هذا، وبنحاول ان احنا ايه يعني نغطي الكلام ده، وما نحاولش ان احنا نقف عند الحاجات اللي احنا بنشوفها بسيطه كويس. لكن لما الموضوع يوصل النهارده لسبع او ثمان شهور تاخير في وقت قبل الاولمبيك جيمز، كان نتج عن ده للاسف ان المدرب ما قدرش ان هو يكمل، وقال لي انا مش قادر اكون مكمل معاك، وشاف حلول تانية، فهو هيروح الاولمبيك جيمز مع لاعب تاني. دي رقم واحد. اداريا انا كنت بحاول اسعى ان انا اعمل له الاي دي كارد والحاجات انت بتعملها قبل الاولمبيات مثلا بشهرين ثلاثه اربعه، لغايه دلوقتي ولا هو ولا المعد البدني برضو ان انا بجيبه على نفقتي معظم البطولات، ولا هو اتعمل لهم الرسوم او الرسوم اللي انا خارجه بالاتحاد المصري بقى. بالظبط، لازم الاتحاد المصري هو اللي يبعت للجنه الاولمبيه 30 40 دولار مثلا ولا حاجه. هو المفروض ان الحاجات الاقامات والكلام ده تبقى فري، انت مؤهل. لا انا بتكلم عشان الرسوم اللي طلع اي دي، مش اقامات ولا ما حاجه. ما اعتقدش ان الكلام ده برده ممكن يبقى مكلف جدا. بقول لك 30 40 دولار. بالظبط. هو الفكره كلها اداريا، انت تبعت الاسم وبعد كده يطلع له الاي دي، والراجل يبقى عارف انه طالع فيحط البلان او الكلام ده. الموضوع ده للاسف ما حصلش لغايه دلوقتي، واحنا زي ما تقول على 3 اسابيع، وانا ما كنتش حابب ان الواحد يطلع يتكلم في وقت حساس زي ده، بس هو فعلا يعني الطرق كلها بقت منقطعه، ما بقاش فيه غير
الحل ده قدامنا دلوقتي، ان احنا نوصل للناس الوضع كما هو. انت في الالعاب الفرديه بتصرف من جيبك عشان تمثل مصر، واللي هو شرف طبعا مفيش بعده شرف، انا عارف الكلام ده كله متفق جدا معايا، بس انت بتصرف من جيبك عشان تمثل مصر. بالظبط. بعد لما بتاخد بقى انجاز كبير بيتهافت الجميع على ان هم ينسبوا الانجاز ده لنفسهم، اللي هو ايه ده احنا نتاج والله جهد، ده يا جماعه عمر ده مع مش عارف احنا تعبنا، مش عارفين احنا تعبنا مع قد ايه، ده احنا صرفنا قد ايه. هو ده اللي بيحصل عشان الناس تبقى عارفه الكواليس وما يبقوش مستغربين من اللي بيحصل. طيب بعد اللي انت حكيته لي ده كله، وان انت خلاص كمنتخب مصر احنا رايحين الحمد لله باريس، لغايه دلوقتي ما عملناش ولا معسكر وفضل 3 اسابيع، هنسافر امتى؟ طيب الاول والله ده سؤال برضه احنا سالناه اكتر من مره ولغايه دلوقتي مفيش رد. يعني بيجي لنا بعض الاخبار ان احنا هنسافر يوم 24، في ناس تانية تقول لك لا هنسافر قبل كده، ولو احنا سافرنا يوم 24 انت عندك الافتتاح يوم 26 ولعبنا يوم 27، يعني انت هتتمرن يوم. هل بطولة كبيرة زي دي تقدر انت تتمرن وتعود على الاجواء وكل شيء في يوم واحد؟ فطلبنا من الاتحاد يا جماعة لازم على الاقل نكون هناك 3 أو 4 أيام. الناس اللي معانا حتى مش اقول لك بقى الصين اللي هم مثلا بيروح قبلها ب10 أيام او كده، لا الدول اللي هي ممكن تكون معانا في نفس المستوى الفني او كده زي مثلا الهند البرازيل الكلام ده كله، بيروحوا مثلا من يوم 20 على الاقل يبقى عنده 4 أو 5 أيام يستعد. لكن انت تروح يوم 24 واللعب عندك 27 داخل فيهم يوم سفر ويوم افتتاح، ده طبعا شيء برضو. هو الاقامه هناك بتبقى على حساب باريس يعني بالظبط الاولمبيه، فاحنا هنخسر ايه لو سافرنا بدري؟ دي من الاسئله برضو اللي احنا سالناها، ايه المشكله ان احنا نروح بدري؟ لغايه النهارده احنا النهارده خلاص شهر 7 ومفيش معلومة مؤكدة احنا هنسافر امتى، العودة امتى، اللبس اللي هناخده امتى هيوصل عشان نتعود عليه ونتعود على اللبس وخلافه. فالموضوع عدم احتراف، يعني مفيش احتراف. اخبار زمايلك المنتخب بانه ما فيش دكتور، يعني ماشيين حالكم ازاي في غياب الدكتور حتى في الاصابات او كده، ولا كل واحد برضو مع نفسه؟ حاليا عندنا مشكلة الاصابات لان بدأت البطولات تكتر واللعيبه بتحاول ان هي تشترك في اكبر عدد من البطولات، سواء هي بتحمل جزء من النفقه او بتحاول ان هي تطلب من الاتحاد ان هم يطلعهم بعض البطولات اللي هي الدوليه بدات تصنيفهم يزيد. نتج عن كده ان تقريبا بنسبه 80 او 90% من لعيبه المنتخب عندهم اصابات، واصابات قويه، يعني اللي مثلا في الناس اللي بتحتاج مثلا فتره تتوقف فيها مثلا حوالي شهر عشان الاصابه بتاعتهم. وهنا برضو احنا من الحاجات، هل بيحصل مثلا تدخل من الاتحاد عشان يساعد في حاجة زي كده مثلا، من خلال مثلا ان هو يوفر دكتور مثلا، يكون ان الدكتور ده يحاول فعلا ان هو سواء يوجد حل هنا في مصر او برا، هل في عندنا معد بدني بحيث ان هو يساعد اصلا انت ما تتصابش؟ فانت هتلاقي الخطابات اللي احنا مرسلينها كلها من ساعة طوكيو لغاية النهاردة وما قبل كده كمان دايما فيها يا جماعة محتاجين معد بدني معانا، يا جماعة محتاجين ان الجهاز الفني يكون فيه أعضاء من الجهاز الفني تكون ليها ريكورد في التدريب والوصول لميداليات مع لعيبة تانية. يعني أنا ما عنديش مشكلة أنك أنت تختار مدرب أو 2 أو 3 لأسباب فنية أنت تراها، بس أنا بطلب منك أقول لك لا إحنا محتاجين نضيف، فأنت هات اللي أنت حبه، بس في ناس تانية ما بقولكش هات فلان، بس أنا بقولك لا إحنا محتاجين مواصفات. في عندنا عجز في الحتة دي، في أسلوب التدريب عندنا عجز في الحتة دي، وانت نفسك بتشوف ان الابطال الرياضيين كلهم اللي انت بتطلب مني او مننا كفريق ان احنا نفوز عليهم عندهم العوامل دي او الوسائل دي، وعشان كده هي بتساعدهم ان هم يوصلوا. زي فرنسا النهارده، انت كمثال، يعني انت في طوكيو انت كنت مخلص طوكيو وانت سابق فرنسا بخطوه او اتنين تصنيفيا وفنيا وكل حاجه. النهارده فرنسا وصلت ان اخر بطوله عالم واصله برونز. طيب شوف فرنسا بتشتغل ازاي، بلاش فرنسا ممكن يكون عندهم امكانيات اكبر مننا كرياضه بشكل عام. طيب بص الهند بتشتغل ازاي، بص النهارده الدول العربيه ما شاء الله بتشتغل ازاي. ايه اللي ممكن يحركك كمسؤول رياضي انك انت تطور من حالنا كلاعب؟ طيب بعد كل اللي احنا قلناه ده، مش عايز اقول لك احنا رايحين ليه باريس، بس يعني توقعاتك ايه؟ طيب باريس ليك بشكل شخصي والمنتخب مصر بشكل عام في تنس الطاوله بعد العوامل دي كلها اللي اتكلمت عنها. هو اول حاجه التمثيل مصر في حد ذاته سواء في اي بطوله سواء صغيره او كبيره لحد ذاته ده فخر كل لاعب كويس، فدي حاجه اعتقد ان دي اللي احنا بنتشارك فيها كلها كلاعب،
يعني في اي رياضه. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان انت تتاهل لبطوله ما بيتاهلش فيها عدد محدود جدا في العالم، النخبه، وتتاهل فيها بالظبط زي ما انت بتقول النخبه، وتتاهل فيها فردي وزوجي مختلط وجماعي التلاتة مع بعض، مع طبعا الابطال زمايلي يوسف وخالد والبيلي، خالد عاصم، خالد احسن عشان برضه دي من الحاجات الجميله دي، يوسف عبد العزيز بالظبط، في بيت واحد اخين متاهلين اولمبياد، دي حاجه يعني ممتازه طبعا. الحمد لله، والحمد لله هتبقى المره الثالثه مع بعض على التوالي، يعني كنا مع بعض في ريو وفي طوكيو وان شاء الله في باريس. فدي في حد ذاتها احنا واخدين هدفها، اللي احنا كنا بنحاول ان احنا نعمله مع الاتحاد او بنحاول ان احنا نعمله مع المسؤولين في مصر، هو ان احنا عايزين نعلي فرصنا ان احنا نخرج ما بين من حته التمثيل المشرف لحته ناس بتنافس على ميدالية، لان احنا حسينا ان احنا نقدر وبقينا نكسب افريقيا مقارنه بالظبط مقارنه باللي فات بسهوله. فاحنا عندنا دلوقتي بقينا فرصه ان احنا عايزين نعمل حاجه اولمبيه، عايزين نعمل حاجه عالميه. احنا ما بنستسلمش ايا كان الوضع وايا كان سوء الاحوال او سوء الاداره او عدم وجود البدائيات زي ما انا قلت، كده كده ده مش هيبقى واقف قدامنا. كل واحد فينا بيتمرن وكل واحد فينا بيشتغل باللي موجود، وانا بتكلم عن نيابه عن كل زمايلي رجال وسيدات وناشئين وناشئات كمان. اخر انترفيو عملناه مع بعض كنت كلمتني وقلت لي ان انت مش شايف ان مستقبل تنس الطاوله حاليا في مسار جيد، رغم النتائج المميزه اللي احنا بنحققها على مستوى افريقيا، ورغم ظهور اسماء جديده مبشره طبعا على راسهم هنا جوده والناس تتكلم عنها، فايه السبب ده؟ طبعا وضع احنا لسه عايشين فيه، ان وجود هنا جوده بموهبتها الكبيره ووجود معاها ابطال وبطلات تانيين، مريم الهضيبي، مروه الهضيبي، يسرى حلمي، مش عايز انسى حد، بس في عندك دلوقتي فريده، في عندك كمان انزل بالاعمار السنيه الولاد، كل الابطال يعني سواء بقى اهلي او زمالك، ودلوقتي كمان بقى في انديه تانيه كمان بره الاهلي والزمالك، عندهم مواهب غير عاديه، وانا بشوف ان هم افضل مننا لما احنا كنا قدهم. طب ايه اللي بينقصه؟ ناس تتحاول تطلع 100% من اللي هم يملكوه عشان يترجم لنتائج جديدة لمصر. طب هل ده بيحصل في الواقع؟ النتائج اللي موجودة حاليا هو اللي انت بتواجه صعوبة كبيرة عشان تكسب البطولات العربية، اللي هو زمان انت كنت بتحصد كل الذهب، دلوقتي بقت بيقع منك ميداليات عربية كتير، وكمان بقيت ان انت ما بتقدرش انك تكسب في افريقيا، لسه ما جيناش دولة. ده في الاول، ده على مستوى الناشئين بقى، يعني مستوى الاجيال القادمه، ناشئين وتحت 15 سنه بس. هل ده عشان اللاعبين مواهبهم ضعيفه؟ انا بقول لا، انا بشوف وانا يعني اقدر اقول ان انا بفهم في يعني بفهم تنس طاوله، لا يا جماعه الناس دي مستواهم كويس جدا. هل انت بتساعدهم يحترفوا؟ هل انت بتساعدهم في معسكرات؟ عملوا كم معسكر خارجي الناس دي؟ بس انا عايز اقول حاجه، انت كلاعب لازم برضو يكون عندك مسؤولية انك انت تحاول انك انت تعرض الموضوع بالشكل اللائق على المستوى الشخصي ما بينك وبين المسؤولين. بس اذا حصل ان ما فيش رد فعل لازم تتكلم. بعيدا بقى عن الاولمبياد وبعيدا عن منتخب مصر، تعالى نتحول الى عمر عصر بشكل شخصي. الموسم اللي فات لاول مرة من فترة طويلة بتترك اوروبا، يعني كانت صعب تلعب مع الاهلي انا عارف، ولكن بتترك بقى اوروبا والمانيا تحديدا مع تجارب المانيا وفرنسا، طيب، وتنتقل الى اتحاد جدة السعودي. خطوة للامام ولا خطوة بتصنع فيها او بتحاول فيها ان انت تجر الدوري السعودي للامام؟ شوف انا يعني حسيت ان الاتحاد السعودي لتنس الطاولة والدوري السعودي عمل تطور كبير عنده في اللعبة على كل المستويات، على رأسهم طبعا دوري المحترفين، أول مرة يكون عندهم دوري محترفين، وبدأ هو من الآخر خالص، يعني هو قال لك أنا هجيب لعيبة من أول 20 لاعب على العالم، وهيبقى في كل نادي في لاعب توب. فأولا أنا محب جدا للسعودية من وأنا صغير، يعني عشان كمان الشعائر الدينية، يعني أنا أحب أروح السعودية عشان أعمل عمرة والكلام ده كله، ده حاجة يعني تاني حاجة تربطني باللعيبة العرب بشكل عام واللعيبة السعوديين تحديدا منتخب السعودية صداقات كبيرة. فأنا وحشتني إن أنا لما باجي ألعب مع النادي الأهلي مثلا أنا ببقى مبسوط جدا، فأكتر يعني لحظات سعادتي لما النادي الأهلي يستعين بيا في بطولة من بطولات الصيف، كويس والحمد لله ربنا كان بيكرمنا تقريبا ب 100% من البطولات عشان الفريق فريق قوي، فريق النادي الأهلي. فلما جات لي الفرصة ألعب في اتحاد جدة أنا شفت إن هي فرصة أولا
ان احنا يبقى عندنا دوري عربي للمحترفين قوي، وان انا اخد المبادره دي اول حاجه. ثانيا ان انا العب مع فريق زي نادي اتحاد جده، هو البطل التاريخي للدوري السعودي لتنس الطاوله، وكمان هو المنافس القوي للنادي الاهلي. دايما انا لعبت الماتش ده قبل كده، الاهلي يعني الاهلي ضد الاهلي جده والاهلي مصري ضد نادي الاتحاد السعودي. لعبت الماتش ده كتير، وعارف قد ايه الماتش ده كان ليه متعته، انك انت تلعبه في نهائي دوره الالعاب او دوره الانديه العربيه. فبالتالي لما جالي الفرصه حسيت ان دي فعلا فرصه كويسه ان احنا يبقى عندنا دوري محترفين قوي. اتمنى ان شاء الله كمان يبقى باقي الدول العربيه تنهج نفس النهج يعني. وفي نفس الوقت عملنا الحمد لله موسم تاريخي يعني، الحمد لله نادي اتحاد جده فاز بالدوري السعودي، كاس الاتحاد، وفاز بالسوبر. علاقتك ايه باحمد حجازي هناك بقى؟ لكن طبعا ممثلنا الاخر في اتحاد جده، ما لحقتش انت طارق حامد اعتقد. لا في الحقيقه بص صراحه يا كابتن احمد على المستوى الشخصي كمان يعني طيب جدا، اولا مهتم كمان ان هو يعرف اخبار تنس الطاوله، مهتم ان هو حتى يعرف كواليس الدوري الماتشات اللي رايحه الجاي. انا اتعرفت على كابتن احمد اول مره بعد ما توجنا بالدوري، لانه كان عندنا في النادي في اتحاد جده، والصوره اللي نزلت دي كانت على طول بعد ما كسبنا درع الدوري بعدها يمكن بساعه، فكانت طبعا فيها بقى ايموشنز، وكان صراحه تعرف كويس قوي. انا كنت اتقابلت مع كابتن احمد قبل كده في طوكيو بس ما اتكلمناش في الاولمبياد، فكانت اول مره يجي لنا فرصه ان احنا نتكلم مع بعض، وبعد كده حصلت اكتر مره ان احنا اتكلمنا مع بعض. وشايف ان هي بجد فرصه مهمه جدا، لان كابتن احمد سفير لينا في السعوديه، وفي نفس الوقت الناس في السعوديه بتحبه جدا بشكل عام، في نادي اتحاد جده بشكل خاص. فاتمنى ان شاء الله ان احنا يعني كمان الفتره اللي جايه يعني يبقى في كما بينا كمان ان هو يجي مثلا نلعب مع بعض مره تنس طاوله، نعمل مع بعض حاجات على الكواليس. فانا فخور جدا ان احنا اتقابلنا واتكلمنا مع بعض. عمر اخيرا دلوقتي 33 سنه، ف شايف هل اقترب مثلا موعد الاعتزال ولا لسه بدري؟ هل ممكن تعود لاوروبا تاني بعد انتهاء عقدك مع السعوديه، ولا الخطوه الجايه ممكن تكون ايه؟ هل دوره الالعاب الاولمبيه بعد باريس هتبقى الاخيره ليك؟ لوس انجلوس اعتقد لوس انجلوس، ولا ممكن تلحق ما بعدها، واللي هي ممكن تكون في السعوديه اصلا ما اعلم لسه مش عارفين يعني. والله بص هبدا لك من الاخر، اتمنى ان شاء الله ان يبقى في دوره عربيه تنظم اولمبياد يعني، اتمناها لمصر اولا طبعا، ويا ريت السعوديه طبعا تبقى حاجه مشرفه جدا، او اي بلد تاني يعني. لما قطر نظام كاس العالم كانت حاجه بالنسبه لنا العرب كله فخر كبير. فدي اولا. بالنسبه لي انا بقى انا عايش يوم بيوم يعني، انا كل بطوله بلعبها بتبقى هي دي البطوله الاخيره، ببقى نفسي ان انا فعلا كانها الاخيره ان انا فعلا احاول ان انا مثلا ارجع بحاجه، ارجع بميداليه، ارجع بمركز، ارجع بحاجه. ودي الحاجه برضو ان هي الصفه المشتركه فينا كلنا في المنتخب، فانا ما بفكرش قوي لبعيد كده، بس انا بحاول انا احافظ على لياقتي، احاول انا اتجنب الاصابات، اتجنب اي عامل يؤثر ان يبقى في اصابات كبيره. واتمنى ان شاء الله ان حال تنس الطاوله يتغير للافضل، وان يبقى في دايما مناقشه وكلام، وان احنا نتكلم مع المسؤولين بشكل او باخر، بحيث ان احنا يبقى نتائجنا كبيره، عشان يجي بعد كده لعيبه افضل مننا تعمل نتائج افضل من احنا عملناها باذن الله. عمر يعني اولا شرفتنا ونورتنا، شكرا. ونتمنى ان احنا كالعاده نكون دايما على تواصل دايماً، بس في نجاحات مش في مشاكل. أمين. وباذن الله يعني على غير المتوقع وعلى غير اللي انتوا اعديتوا ليه، تعمل انجاز يا رب باذن الله في باريس. امين يا رب. وساعتها هيكون الفضل ليكم انتوا صح، عشان اقول الحقيقه يعني مش لحد اخر. فبالتوفيق يا رب في باريس، وايا كان انت واحد من اساطير اللعبه في شكرا. مصر واساطير الرياضه شكرا. في مصر ودايما بتنورنا. ربنا يخليك. شكرا يا احمد، جدا انبسطت جدا النهارده وانا معاكم في الجول. وفي الحقيقه انا دايما بحب ان احنا نقول اخبارنا من خلالكم، لان انتوا فريق محترف جدا، والناس تعودت انها تعرف اخبار تنس طاوله من عندكم. شكرا.